صباح الخير مشاهدينا، ان شاء الله نهاركم يكون مبلش بكل خير مع هالشتوه الصغيره اللي حسينا فيها صباحا، على امل انه كل اللي رايحين على اشغالهم يسوقوا على مهلهم، وكل اللي قاعدين ببيوتهم يكونوا عم يستمتعوا معنا بحلقه جديده من برنامج لابوتيك، هالبرنامج يلي بنترافق نحن وياكم فيه بخلال صبحيه شوبينج، بنعرفكم على اغراض كثيره بتناسبكم بحياتكم اليوميه رجالا ونساء. رح احكيكم هلا عن فيتري اللي بيقدم لكم ثلاثه باكجز مثل العاده، دائما بياخذوا العقل، دائما بيرضوا كل الاذواق، ورح بلش مع عنايه الرموش والحواجب والاظافر، وهيدا هو اول باكج من فيتري هالشركه الفرنسيه يلي تعنى بكل شيء برودوي فارماسوتيك طبيعي 100% حتى تهتم باطلاله افضل لكم. اذا اول باكج هو عباره عن سيروم للرموش، فينا نستعمله هو ذاته للحواجب، اكيد كيف بنستعمله من بعد ما نكون نظفنا عيوننا كثير منيح، خاصة إذا كنا منحط ماسكارا كل يوم حتى ما بقى تتساقط الرموش وتضل كثيفة لمدة أطول. فينا نستعمل هالسيروم بشكل ليلي من 10 ل 15 يوم، منلاحظ بعد هالمدة إنه الرموش ما بقى عم تتساقط، إنها كثيفة أكثر وأكيد إنها أطول وأجمل، وكمان الحواجب إذا حطيناه على حواجبنا منشعر إنه كمان صاروا أكثف. أما من ضمن هيدا الباكج فكمان في عنا سيروم للأظافر، فيكن تستعملوه لأظافركن، كمان بتكونوا نظفتوا الأظافر من الفيرني كتير منيح قبل ما تناموا، بتدلكوا الأصابع كتير منيح كمان حتى تتحرك الدورة الدموية، وبتحطوا هالسيروم على أظافر نظيفة، وبتلاحظوا من 10 ل 15 يوم من بعد ما تكونوا دلكتون تدليك دائري، بتلاحظوا بعد هالمدة إنه الأظافر بطلت صفرة، ما عم تتكسر، ما عم تتشقق، عم تطول بشكل أسرع وعم بتكون قوية وقاسية. من ضمن هالباكج إذن في عنا سيروم للرموش ولا الحواجب، سيروم للأظافر، وكمان سيروم زغطور للأظافر، ومن ضمن هالباكج منهديكم من فيتري فيرني، أنتوا بتختاروا اللون يلي بيناسبكم، تتصلوا على الأرقام الموجودة قدامكم حتى يوصل لعندكم. هالباكج بيوصل لعندكم بأربعين دولار بس. رح نحكي بس عن هالباكج هلأ ورح ننتقل لعند سندي. صباح الخير مشاهدينا، بدي اقول صباح الخير اكيد لرولا ولا منال. رح بلش انا معكم اليوم مع تايني اكسترافاجنس، لعطول بتقدم لنا من احلى البضاعه، من تيب، من اكسسوارز، كمان من قصص جادجتس كثير مهضومين وبفيدونا، وحتى احلى اخبار ترندي هلا موجودين من فولاريت وتيب. اكيد اذا بتكون تشوفوا كل بضاعه تايني اكسترافاجنس ما لكم تفوتوا غير على بيج لابوتيك على انستغرام وعلى فيسبوك، ومحطوطين كل البضاعه تبعها فيها، او حتى فيكم تفوتوا دغري على بيج تايني اكسترافاجنس كمان على فيسبوك وانستغرام، وبكون عندكم كل المعلومات. رح بلشكم اليوم مع هالفولار الحلو، هالفولار لحقه 25 دولار فقط، هو بزين لكم تيابكم كثير ستايلش، اكيد في منه كذا لون، بينحط بعده طرق، فيكم تحطوه بهيدي الطريقه خصوصا اذا لابسين تياب ساده، او انتم عبالكم تحطوا مثل نكلس مثل هيك عقد حلو، بذات الوقت فولار عم بزين لكم تيبكن. في بكل فولار اكيد حجر مشغول عليه بطريقه جدا حلوه، حجر كمان حوالي ستينلس ستيل خبار ما بتروح ابدا لونهم، وفي كمان احجار في حواليهم كمان شوارفسكي تيعطون هاللمعه الحلوه. هالفولارات اللي شايفينهم قدامنا في منهم جري، بيج، زهر، حتى الجري الغامق الاحمر، بتنقى مع كل تيابكم. اكيد الواحد رح ارجع اذكر ب 25 دولار فقط، وصل عندكم على قلب البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه. هالفولارات بينلبسوا معكم بعده طرق، بينلبسوا معكم على جنب، انتم فيكم ترستون مثل ما عبالكم على تيابكم. اما رح انتقل لتاني شغله من تايني اكسترافاجنس، وهي هالعبايات اللي شايفينهم هالميل حدنا، هالعبايات اللي في منهم اكيد كذا لون كذا نقشه، بيجوا تروكار لتحت الركبه، التيسيو تبعهم كثير حلو، بيجي مثل الساتان، بنلبسوا معكم اذا عندكم عشا مرتب، عشا ببيتكم، عبالكم تظهروا محل بالليل، كثير حلوين بذات الوقت جدا مريحين، هالكواليتي تبعهم بتعقدوا، خصوصا انه كل الموديلات اللي محطوط عليهم اكسكلوزيف لتايني اكسترافاجنس، ما بتلاقوا منها وين ما كان، منا كليشيه ومنا مثل السوق. كل عبايتين ب 100 دولار فقط، واصلين لعندكم على قلب البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه، ما في احلى منها تكونوا قاعدين اكيد ببيتكم عم تعملوا شوبينج بلا عجقة سير، بلا ما تكونوا عم تتعبوا، كل شيء قدامكم، واكيد كل ما تتصلوا على الارقام اللي على اسفل الشاشه، صبايا زملائنا بالكول سنتر هن فيهم يساعدوكم بحي الله ديتيل انتم عبالكم تعرفوها. كمان رح احكيكم عن هالتوبانا، هالتوبانا من تاين اكسترافاجنس اللي هي كمان تسويتها كثير حلوه، بتنحط على الراس، كمان كثير مهمه للنساء المحجبات، اكيد هلا انا وعم بحكي رح يبلش يقطع فيديو شوي شوي تنشوف
بكم طريقة تستعمل هالتوباناس حتى ترفع لكم شعراتكم من أكثر من 23 طريقة. فيكم تربطوا فيها شعراتكم حتى بتشد بطريقة كتير حلوة. رح أرجع أذكر تستعمل صيفا وشتاء لأنه بالصيف بتشيل كل شيء كمان حرارة، بتقطع الحرارة بتقطع العرق عنكم، وبالشتاء كمان بتقطع لكم الهواء وفيكم تحطوها عرق، بتكون فيكم تكونوا عسكي تتحموا دينيكم ورقبتكم مثل ما عم تشوفوا هون هلا على الكاميرا. رح ارجع اذكر للنساء المحجبات كمان كتير مهمة لانه بتلقط الشعر بطريقة كتير منيحة، بلد بيبيس بتغطي الدينين بتغطي الرقبة وبزيت الوقت بتكون ستايلش لانه في كذا لون كذا نقشة وما بعود لكم غير تحطوا الفوال الناعم فوقه بتكونوا انتم مش عتلانين هم ولا اي شيء. هالتيبانا اللي شايفينها قدامنا كمان حقها 25 دولار واصلة عندكم على قلب البيت بدون ولا اي كلفة اضافية. رح انتقل هلا من تايني اكسترافاجنس ومن كل هالاخبار الترندي والاوريجينال اللي عنا اياهم عند رولاتا تحكي لنا عن الارجن اويل. اشتقت خبركم مشاهدينا عن الارجن اويل قد ما هو مفيد وقد ما انا استعملته وقدرت اتحسس الخصائص الغذائيه يلي فيه قد ما حسيته بيعتني بشعري وببشرتي وحتى بالاظافر. اذا الارجن اويل هو عنده ثلاث مهام لكم سيداتي وسادتي، فيكم تستعملوه لشعركم، فيكم تستعملوه للبشره، وفيكم تستعملوه للاظافر. ليش؟ لانه مستخرج خصيصا من شجره الاركان من المغرب وفيه خصائص غذائيه رائعه، بيشتغل على افرازات بصله الشعر بالنسبه للشعر. اذا كان شعركم كثير دهني فيكم تستعملوه بشكل خفيف خاصه على الاطراف اذا كان من الشعر اللي بيطقطق وبيتقصف، واذا كان شعركم من الشعر الجاف فيكم تستعملوه على بصله الشعر وفيكم تناموا فيه خلال الليل وتغسلوه ثاني يوم، او حتى اذا كان من النوع اللي بينوبه فيكم تحطوا منه شوي وتحطوه على شعركم حتى ما يعود في تنوبر، وبتلاحظوا مع الوقت انه بيعطي اللمعيه اللي انتم بحاجه لها وبيخلي شعركم دائما مبين صحي ولامع وبالرق. اما بالنسبه للاظافر كمان فيكم تحطوه على اظافركم، اذا كانت اظافركم لينه بتتكسر بسهوله اما صفرة بيرجع بيعطيها الصحه والنضاره اللي هي بحاجه لها. اذا بتقدروا تدلكوا اظافركم حتى ايديكم بتقدروا تحطوا من هالزيت وبيساعدكم كثير. وبالنسبه لبشرتكم كمان بيشيل كل الشوائب من البشره وبيغذيها وبيعطيها النضاره والرطوبه يلي انتم بحاجه لها. هيدا هو او هيدا هي خصائص الارجن اويل، بتشوفوا سعره على الشاشه الارقام موجوده قدامكم واكيد بيوصل عندكم خلال يومين بس. اما هلا فنحن وياكم رح ننتقل لعند سندي. مشاهدينا رح ننتقل هلا لبوبي جو فيوجن جولري اكيد مع الديزاينر رياض عبده اللي على طول عم بقدم لنا من احلى الديزاينات بالذهب وبالفضه. رح بلشكم هلا مع هالبرودكت هالايتم اللي معنا، بعتذر، الذهب اللي بيجي من ذهب الابيض والذهب الاصفر سوا، عياره 18 اكيد من كولكشن هارت بيت كولكشن. هالبريسلت المهضوم اللي بتجي سنسيله ذهب اصفر واكيد تكملته في بقلبه هالقلب من الذهب الابيض بينحط بالايد، له كمان حبتين ليزر كات كثير حلوين. هالحبتين عم بيعطوه هلا معيه. هالبريسلت اللي شايفينه قدامنا رح ارجع عيد عيار 18 اكيد مكفول عن مدى الحياه من بوبي جو، مشغول شغل ايد، وغير انه كمان اكسكلوزيف لبوبي جو فيوجن جولري معمول شغل ايد، واكيد الديزاينر رياض عبده هو عطى الفكره تيكون بس اكسكلوزيف لبو بيجو. رح انتقل هلا مثل ما عم تشوف كمان على الصوره هالبريسلت الحلوه اللي بتنهدى من حبيب لحبيبته او حتى فيكم انتم تهدوها لنفسكم، بتلبق مع كل انواع تيبكم لانه بذات الوقت من هول الحبتين الليزر كات فيها هاللمعه الناعمه الحلوه، وبتلبق مع كل تيبكم لانه فيها كمان لونين الذهب من السيلفر ومن ذهب الاصفر. رح ارجع شدد انها مكفوله عن مدى الحياه، بتتصغر وبتتكبر حسب طلبكم وحسب قياس ايدكم. هالاسواره من عيار 18 ذهب
الكتاب حقها 130 دولار فقط، واصل عندكم على قلب البيت بدون ولا أي كلفة إضافية. رح ننتقل هلأ من الذهب لسات الفضة. سات الفضة اللي كمان مشغول هالثيم المارين، هالثيم اللي كتير حلو كمان. أكيد منشوف هالبالي نكلس، هالبالي نكلس اللي أكيد بينتفوت بالرقبة وبيتبكل على الخصر، كتير ستايلش الموديل تبعه، مع مشغول من الفضة عيار 22، وفي منه 3 موديل. أول شي موديل بالي مارين اللي شايفينه هلأ على الصورة قدامنا، وتاني موديل هو البالي أوشن واللي هي بتجي حبة زرقاء كتير حلوة، هلأ كمان عم نرجع منشوفها على الصورة، هيدي اللي لها الحبة الزرقاء الحلوة. وآخر شي بيجي معنا هالبالي أنكر اللي كمان الموتيف تبعه أنكر، بينحط معكم على تيبكم، بينلبس مع توب قصيرة، بينلبس معكم على البحر، وبينلبس حتى مع تيب كلهم من زيت اللون. هالفضة اللي شايفينه قدامنا عيار 22 مغطس بالروديوم، وطبعا كمان مكفول على مدى الحياة ما بيتغير لونه، وإن كيس تغير فينا نرجع نغطسكم إياه بالروديوم بدون ولا أي مشكلة. كل هالبضاعة من الفضة، أكيد اللي برجع بشدد أنها مشغولة شغل إيد باي ذا ديزاينر رياض عبدو، ذا تالنتد ديزاينر رياض عبدو، ب 75 دولار فقط الواحد، وصل عندكم على البيت بدون ولا أي كلفة إضافية. من فيوجن جولري وبوبي جو رح أنتقل هلا لأندرولا تتخبرنا عن سات التواليت. إذا منعرف إنه كتير الستات يلي بيحبوا تكون التواليت تبعيتهم مزينة وكل الأغراض فيها منسقة حتى هيك تشوف حالة، خاصة إذا إجا لعندها ضيوف. في عنا هالست لتواليت يلي في منه لونين اللايم والفوشيا نسبة للزهور يلي موجودة فيه. هالست منوع ومنسق كتير حلو للتواليت تبعكم. في عنا هالعلبة يلي هي بوبيل زغطورة، ما بتاخد مساحة كتير كبيرة، خفيفة إذا بدكم تحوها حتى تمسحوا وتنظفوا التواليت، وهن بلاستيك جودة كتير عالي وبيعطوا إفاي الستينلس ستيل، وكمان فيكن تستفيدوا من كل القطع يلي فيه. في عنا هالفرشاية الصغيرة يلي بتساعدكن حتى تنظفوا كرسة التواليت بطريقة كتير سهلة، وأكيد تتنظف معكن بكل سهولة، وكمان عاطية إفاي الستينلس ستيل بيلمع لمع وبيرجع جديد. بالنسبة لهالقطعة هيدي اللي منحط فيها ليكويد سوب أو منحط فيها الصابون السائل لما بدنا نغسل إيدينا، وكمان فينا للناس اللي بيحبوا يستعملوا صابون البلدية أو الصابون العادية بيستعملوا هالقطعة وبيحطوها عليها، هيك بيكونوا حد بعضهم كمان عاملين سات رائع. ومن ضمن هالسات في عنا هالكباية، هالكباية فينا نحط فيها المي، مية الشرب إذا كنا عم نمخمط من بعد ما نفرش سنيننا، أو فينا نحط فيها معجون الحلاقة وفرشاية الحلاقة، وكمان هالكباية اللي فينا نحط فيها ثلاث فرشيات لسنين وكمان معجون الأسنان بقلبها. ومن ضمن هالسات في عنا هالبردية الرائعة، هالبردية بتزبط على كل البانيويات على كل البكادوش، وأكيد مزينة من ضمن النقشة اللي بها السات حتى تكون لابقة معه، ما بتعفن، ما بتطلقت رطوبة، بتقدروا تعلقوها وتحطوها بقلب البانيو بتاخدوا الدوش من دون ما تطلع المي لبرات البانيو. أكيد كمان فيكن تستفيدوا من هالقطعة يلي فيكن تحطوها بقلب البانيو حتى أنتوا عم تاخدوا الدوش ما تعتلوا هم إنكن تصحطوا، بتلزق على كعب البانيو، وكمان فيكن ترجعوا تشيلوها حتى تغسلوها بتتغسل معكن بسهولة، وعطيتكن هيك إفاء البحر كأنه في صفد بقلب البانيو، كمان مزينة من زيت نقشة هيدا السات. ومن ضمن هالسات والقطعة الأخيرة هي عبارة عن سجادة منشفة منحطها قدام المغسلة أو قدام كرسي التواليت أو منحطها قدام البانيو، خاصة بس نكون خالصين الدوش، هيك منطلع من البانيو من دون ما نتل الدنيا مي وكمان ما منزحت وبينشفوا إجرينا بكل سهولة. سعر هالسات بيوصل لعندكم، شايفين سعره على الشاشة، بيوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية، كل شيء منحكي عنه مكفول 100%، اتصلوا على الأرقام الموجودة قدامكم حتى يوصل لعندكم بخلال يومين بس. ومنرجع نحن وياكم ننتقل لعند سندي. رح ننتقل هلأ لماستر شيف. ماستر شيف أكيد اللي عطول عم بقدم لنا أحلى جودة من البرودكتس تبعهم، كانوا بقلب المطبخ أو حتى برات المطبخ مع هالفاكيومز الحلوين. رح بلش أحكيكم عن أول فاكيوم اللي معي إياها هون، هالفاكيوم الحلوة الناعمة الصغير اللي بتنحط معكم وين ما كان بقلب البيت. هالفاكيوم بدي شدد فيه أول شي، رح بلش أحكيكم عن دوليبة اللي هن كتير مهمين لست البيت، إلا هالدوليبين الصغار وهالدوليبين الكبار اللي من فوق اللي شايفينهم، تما تتعذب ست البيت إنها تنقلها معها وين ما كانت، تضطر ترجع تروح تشقلها من محل لمحل. هالفاكيوم هي بتبرم معكم مثل ما شايفين، لانه دوليبة عم بيساعدوها انها تبرم وتتحرك بسهوله جدا. اما رح احكيكم واهم شيء عن
المكنسة تبعها من قدام. مثل ما شايفين هون بهيدي الطريقة، مثل ما شايفين هالستينلس ستيل اللي فيها اللي ما بصدي، اللي بيسحب معكم وين ما كان، وقد ايه هالفتحة من هون كبيرة وبتحمل انها تلقط غبرة كتير، انها تسحب غبرة بدون ما يعلقوا. حتى الفرشيات اللي فيها جدا كبار وبيتميزوا انهم اكبر من غيرهم تيعلق فيه الغبرة مزبوط وتسحب اكتر كمية غبرة بقلبها. اما الشيء الحلو بهيدي الماشين هالفاكيوم صغيرة انه بقلبها الكيس تبعها كيس قماش وبيتغسل ساعة اللي بتكون هالكيس قماش بيتفضى وبيتغسل، وفيكن كمان تغيروه وتحطوا محله كيس ورق. هالفاكيوم اللي بيتميز فيه عن غيره كمان انه في بقلبه الشريط تبعه والبريس تبعه اوتوماتيك، بتكبسه كبسة وهو بلف وحده. حق $120 فقط، توصل عندكم على قلب البيت بدون ولا اي كلفة اضافية. رح انتقل هلأ للتاني فاكيوم من ماستر شيف، وهي كمان الفاكيوم اللي بتعوزها المرة اللي عندها يمكن بيت كبير، عندها قصص كتير تعملهم بالفاكيوم اكتر من انه بس خبرية سجاد وخبرية ارض. هون عم فتلكن بهذا الفاكيوم اللي حقها $180. اول شي لونها المميز، عم بقدي فيها غبار وقدي فيها اكسسوريز تتنطفوا، يمكن البرد فيها، الصوفيت فيها، وحتى السكك الرفيعة، كل شغلة بشغلتها عندها مثل قطعتها المتخصصة فيها ومشكوكة بقلب هذا الفاكيوم. كل شيء له محله، ما قالكن غير تغيروا الراس وتشكوا الراس حسب انتو شو عبالكن انكن تستعملوا. اكيد مثل ما شايفين هون الشريط تبعها له محل تينضبط، يكون كل شيء مرتب، وحتى بهذا الفأس بتنفقس وبتفتح هذا الفاكيوم مثل ما شايفين هون، تتصير انتو فيكن تحركوها مثل ما بدكن حتى تتوطوا وتقطعوها تحت قصص جدا رفيعة وما يهمكن. الكيس تبعها بلاستيك، ما بتعوزوا انكم تغيروا كيس وتجددوا كيس، ما لكم غير تقموا تفضوا وتغسوه وبيرجع كل شيء محله. إلها 2 فلترز، وهالفلتر بدهم غيار من فتره لفتره، مش غيار يعني تشيلون وتغسون، لانه بكون كمان معبيين القطع الكبيره من الغبره او الغبره اللي ما بدهم اياها ينزل او شيء ينزع، بتغيروه اكيد حسب انتم شو عبالكم. اول فاكيوم حكيت عنه ب $120 والثاني ب $180 فقط، وصلنا عندكم على قلب البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه. هلا رح احكيكم كمان عن مكويه ماستر شيف اللي بتتميز فيها عن غيرها، هالمكويه اللي بتجي سيراميك كوتد اكيد من تحت تتحملكم كل ثيابكم. هالسيراميك اللي فيها ما بتعتلوا هم اذا طولتوا شوي انه يمكن القطن يحترق، الحرير يحترق، لا بتحمي اكبر عدد ممكن من الثياب. هالمكوية إلى كيس هون صغيرة وبتفتح، بتعبوها مي، ومن بعد هيدول المي أكيد بيتحولوا على الحرارة لبخار، وهون ساعتها أنتم بتقرروا إذا بتكون ترشوا على قطعتكم مي أو بترشوا عليها، بصير بيتحول المي إلى بخار. بتنشك أكيد بالكهرباء، ما بتحمل كهرباء كتير، وإلى هالمفتاح من هون تتعيروا لحرارتها من المينيموم للماكسيموم حسب التياب اللي أنتم عندكم إياها. هالمكوية جدا براتيك، هالمكوية ما بتنتزع بسهولة، مكفولة أكيد على كذا سنة من ماستر شيف، وسعرها جدا حلو عقدة، فيها قصص بيتميزوا فيها عن غيرها. هالسيراميك هو الحل لكل مرة وكل ست بيت، أو لكل حتى رجل عايش وحده يمكن وبيضطر هو يكوي تيابه، وبكون مع تلين هم إنه يحرقن. ب $44 حقها هالمكوية، وصل عندكم على قلب البيت بدون ولا أي كلفة إضافية. راح انتقل هلا للمطبخ مع ماستر شيف، وراح انتقل لهالعصاره. هالعصاره اللي بتجي كتير سبيسيال عنا بلا بوتيك، لانه هي اكتر عصاره يمكن بتسع لتر والى راسين، اكيد عصاره ليمون وعصاره حامض بلا راسين حسب الحامضه او الليمونه قد كبره. تنقيم بشكل جدا سهل، هذا الراس بينحط بالاول، واذا عبالكم انكم تكبروه بتحطوا الراس الثاني دغري فوقه وبيركب بطريقه ولا اسهل من هيك. بتحطوا الحامضه او الليمونه بقلب هيدا الراس، وبيرجع بتسكر الطبقه تبعها تما انتم تتلوا ايديكم، اول ما يتسكر بتضغط على هالليمونه او هالحامضه وببلش ينزل كل شيء جوس بقلبها من جوا. اكيد الها كمان الفلتر تبعها ما بينزل ابدا ولا اي حبوب ولا اي شيء، سو الجوس تبعها اللي بكون جدا صافي. بدي اذكر انه كمان بتساع لتر وحقها $28 فقط، وصل عندكم على البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه. رح انتقل هلا لهالهاند بلندر من ماستر شيف، هالهاند بلندر اللي بتمشي طبعا كمان على الكهرباء، الى الفأس العادي والفأس التربو تسرع فيها،
كتير براتيك هالهاند بلندر لكل شيء عندكم اياه، من طحن من دق، يمكن توم بتنسوا مدقة التوم بتنسوا كل شيء. انا بعرف من امي يمكن ومن انا بالبيت اذا عبالي حضر حي الله شيء، الهاند بلندر بكل طبخه بكل تحضير ما الا ما فيكم تستغنوا عنه. بتحطوها اول شيء بتجي معها اكيد هالكيس، بتجي معها هالكبايه الحلوه. مثلا اذا عندكم توم بتحطوا التوم، بتحطوا الملح، بتحطوا نقطه زيت، ما لكم غير تفوتوا الهاند بلندر بهيدي الكبايه، بس وين بكونوا مطحونين التوم بطريقه جدا ناعمه ما بتقعدوا تتعذبوا. واذا الطنجره والعه قدامكم فيها عدس، فيها حمص، فيها حيالله شيء، انتم عبالكم تطحنوا بتتحمل حراره جدا عاليه، و بتنحط بقلب الطنجرة وبتبلش تطحنهم بطريقة جدا ناعمة وجدا بلا ما تحسوا يعني فيها، وكتير حلو. والسربريز بهيدي الهاند بلندر اللي شايفينها قدامنا انه هي ما بتشتروها ولكن بتطلع كادو مع هالركلات اللي رح احكيكم عنها هلا. هالركلات اللي بيجي قدامها 8 ثواني ركلات، 4 من قدام و4 من ورا، اكيد على الحماوة بتحطوا فيها جبنه الركلات ومجربينها كذا مره على الهوا قد ايه هالجبنه بتصير كريسبي من كل الميلات ومن جوا بتضلها دايبه وطيبه. لكن هالركلات بتجي اذا بدكم 3 ان 1 مش حتى 2 ان 1، لانه من ميله فيها البلاك روك اللي فيكم تشوا عليها كل شيء من خضار للحوماتكم حسب انتم كيف بتحبوا من الحماوة، وتاني ميل فيها هالجريل المضلع من هون من هيدي الطريقة تتحطوا فيها كل شيء من الحومات، سمك يمكن حتى قصص من مقانق، سجو، هوت دوغز، البرجر تبعكم، ولا بهمكم ولا اي شيء. اكيد من هون واسعة كل شيء زوم ما ينزل وما يشطشط بقلبه. اما من تاني ميل وقت يجي وقت الديسير اذا محضرين للكريب تحطوها بكون فيها كذا مثل هو اللي شايفين البرمات، تما تروح الكريب وتجي يمكن بيض حيلا شيء عبالكم تشوه، بعد العشاء دغري بتقلبوها ما بتضطروا حتى انكم ترجعوا تغسلوها بطريقه تحفوا هيك، لان كل شيء له محله. بس احشلكم هالبلاك روك وهالجريل، وبتشوفوا هون انه الريزيستانس متوزع على كل الميلات من هالركلات تيكون الحراره متساويه وين ما كان من الحومات وحتى ديسير وحتى على البلاك روك وحتى على الحديد. عم بقولوا لي اخذ نفس، رح انتقل هلا من هالركلات اللي بيجي معها، رح ارجع اذكر الجفت هالهاند بلندر لهالافران اللي على الكهرباء. رح احكيكم عن اول فرن، هالاول فرن اللي حكيكم عنه كثير بماستر شيف وقد ما عم ينبيع وتحت طلب كل المشاهدين رجعنا جبنه. هالفرن اللي على الكهرباء اكيد له كذا فأس، بيجي من جوا شبك واحد وصينيه وحده، بيجي من ورا بومبي تيسع فيه حيالله صينيه من حيالله موديل ان كانت مربعه او ان كانت مستديره. اكيد هون فيكم تتحكموا بحرارته، فيكم تتحكموا بالتمبرتشر تبعه، وله كمان تايمر فيكم تتحكموا فيه. مثل ما شايفين هالازازه تقدروا من هون غطاء ازازه تقدروا تشوفوا كل ماكولاتكم بطريقه جدا سهله. اما رح احكيكم هلا عن هالفرن اللي على الكهرباء اللي هو بيجي من 60 لتر، بيجي 42 سنتيمتر، عم بحكيكم عن 42 سنتيمتر يعني عن فرن كبير عم بيسع من اكبر صواني اللي عندكم اياها بقلب البيت. واللي بيتميز فيه عن غيره هالفرن انه بيجي فيه 2 صينيتين شبك وصينيتين عادي. هالصينيتين شبك اللي شايفينهم قدامنا، هالصينيه السوداء اللي فيكم تشوا حيالله شي فيها وما بتعتلوا هم انه حيالله شي لزق، والصينيه اللي بالاخر هي اللي بتحمي عن كل شي نظافه بقلب هيدا الفرن، لانه كل شي من زوم ومن ليكويدز عم بينزلوا عليها، سو ما لكم غير تقموها وتنظفوها بشكل كتير سهل. وسربريز بقلب هذا الفرن هو انه في سيخ، وهالسيخ بنشك فيه كمان فروج، وفيكم تشوفوا فروج على السيخ بقلب هذا الفرن بقلب البيت. كيف نحن قاطعين وعم نتشهى هيك، بتصيروا انتم قاطعين بالمطبخ عم تتشهوا بهذا الفروج، عم بيبرم وعم بيتحمر قدامكم. اكيد رح اذكر بهالمفاتيح اللي موجودين هون. اول مفتاح هو بحدد لكم اكيد اي اذا بدكم تمشوا السيخ تبرموه، واذا بدكم تمشوا الضوء بقلبه تيدور وتقشعوا كل شيء بقلبه. اما ثاني زر وهو عم نحكيكم عن تمبرتشر اللي هي بتبلش من 100 ل 250 درجه، انتم بتعايروها حسب ما انتم بدكم وحسب ماكولاتكم وحسب شو في بقلب الفرن. بدي اذكر انه بقلبه في مروحه، وهالمروحه عم بتضخ هواء وين ما كان بقلب هذا الفرن تيستوي كل ماكولاتكم بشكل متساوي وحتى تعطي حراره متساويه بكل قلب الفرن. اما السلكتور اللي هي ثالث زر هو بحدد لكم اذا بدكم هالحماوه تكون من فوق
او من تحت او عطنيناتهم من فوق ومن تحت حسب انتو كمان. يمكن في صواني بتحبوا تحمروها من فوق ومن تحت، في شي بتكون يا بس من فوق انتو بتحددوا. واخر زر هو التايمر، تعالى ست البيت تقدر تعمل كذا شغلة بذات وقت، ما تلتهي وتنسى طبختها ولا الشي اللي عم تشوي ويحترق، بتحطوا التايمر وبتنسوا وحده هو بصفركن يعطيكم ألار تتجوا تفتحوا هذا الفرن. رح انتقل من فرن الكهرباء هلأ لعند رولا تتخبرنا شوي كمان عن ساتس من المطبخ، بس مش من ماستر شيف، تنشوف عن شو هلأ. رح نحكي يا سندي عن هالعصارة الألمانية، هالعصارة الرائعة يلي كل ست بيت وكل رجل بحبوا يشربوا عصير طازة وبحبوا يشربوا أولادهم بيقدروا يستفيدوا من هالعصارة، غير إنها ألمانية فيهم يستعملوها كل يوم لأنها خفيفة الحمل، بيقدروا يجلوها بكل سهولة، وكمان فيهم يعصروا فيها يلي بدهم إياه، فينا نحكي عن الكيوي، عن الرمان، عن التفاح، الجزر، وغيرها من الأشياء من الفواكه يلي هن بحاجة إنهم يعصروها. يلي بيميز هالعصارة الألمانية إنه فتحتها كتير كبيرة، يعني ما نكون مضطرين إنكم تقصوا الفواكه لقطع كتير صغيرة، بتقدروا تحطوا حبة الفواكه مثل ما هي بقلب هالفتحة. أكيد الرمانة بتكون تقشروها كلها من برا، بضل اللي فيها منحطها بقلبها. بتشتغل على طريقة الفورس سنتريفيوج، يعني بتسحب حبة الفواكه هي بتشفطها، وبتقدروا تساعدوها أنها تنزل من خلال هالقطعة، أكيد ما بتطرطش لبرا، وبتساعدكم حتى يطلع كل القشر بهيدا البوكال وكل العصير يلي مصفى بهيدا البوكال. يعني بس بدكم تشربوا العصير بتستعملوا هالبوكال بيكون مصفى 100% وبيكون طازة 100% وصحي لعائلتكم. هالعصارة مثل ما قلت لكم تنجلى بكل سهولة، بتنفتح بهالطريقة، بتقدروا تجلوا كل قطعة لوحدها، وكمان ما بتتكسر وما بتتفسخ وما بيصير لها شيء، واكيد بتنحط على الكهرباء، ما بتصرف كهرباء كتير، وكتير براتيك لكم بالبيت. اذا مكفولة على الاكيد مثل العادة، مثل كل شيء بناخده من لابوتيك، سعرها 79 دولار واصلة لعندكم على البيت من دون أي كلفة إضافية، والأرقام موجودة قدامكم حتى تتصلوا فينا. رح أحكيكم عن نوع آخر من العصارات، كمان عم يتنافسوا عنا العصارات بلابوتيك مثل العادة، زغطورة براتيك بتقدروا تعصروا الليمون والحامض فيها، وبتقدروا تحطوا، عم بتقول سندي انه يلي هي حكيت عنه اجمل، انتم بتختاروا يلي بيناسب مطبخكم اكيد، حتى ما تجوا ايديكم تستعملوا هالقطعه، بتحطوا الليمونه، الماندارين، الحامضه، ما بينتلوا ايديكم من اي ريحه من الشيء اللي عم تعصروه، بتضغطوا عليه بكل ثقه، ما بيطرطش لبرا، بتنجلى كمان بكل سهوله، بتتفكك بكل سهوله، وبتكون براتيك لكم. هالعصاره كمان بيجي معها من ضمن هالاوفر، اكيد كل وحده عم تشوفوا سعرها على الشاشه لوحدها، ولكن إذا حابين تاخدوها بأوفر كامل فيكن تستعملوا هالنقارة، نقارة الكوسة يلي فيكن تنقروا فيها الكوسة، القرع، البطاطا، البتنجان، أي شيء أنتم بحاجة أنكم تحشوه، بتسهل عليكن عملية النقر، بتخفف عليكن تعب، أكيد ما بتكبوا شيء اللي عم تستعملوه لأنه ما بينفخت. أكيد مثل ما شايفين هيدا هي الماشين وهيدا هي القطعة يلي معها، بتحطوها وبزيت الوقت بتقدروا تكبسوا الكبسة، حتى نشوف كيف يحطوها لا. وبتكبسوا الكبسة، أكيد منا محطوطة هلأ بالكهرباء، بتكبسوا هالكبسة وبتصير تنقر، ما بتوجع لكم مفاصلكم وما بتنقر، يعني ما بتقدح الكوسيات إذا انتبهتوا كتير منيح، خاصة للعروس الجديدة يلي عم تتعلم الطبخ جديد. إذا هالعصارة مع هالنقارة بتشوفوا سعرهم أوفر على الشاشة، بيوصلوا لعندكم على البيت من دون أي كلفة إضافية، والأرقام موجودة قدامكم. منكفي عن الست تبع المطبخ، أوكي، لكن ما رح نكفي مع الست تبع المطبخ، رح ننقل لعند سندي. رح احكيكم هلا، رح نرجع نفوت بعالم الخشب شوي، بعالم الخشب السويسري اللي جايين من هونيك، مع فينيساج كتير حلو مع خشب 100% سنديان، واكيد ملبس من فوق او محطوط له هاللون من فوق الحلو. رح بلشكم بهول الاثنين اسكابول اللي شايفينهم قدامنا الابيض، هلا ببلشوا تشوفون على الكاميرا، هالاثنين اسكابول اللي بيستعملوا معكم لكذا شغله، اول شيء ما بتتخيلوا منظرهم قد ايه حلو اذا حطيتوهم وحدهم بالبيت، حطيتوا لهم كادر، حطيتوا لهم يمكن بو تيزينوا لكم بيتكم او جنينتكم، اما كمان قد منهم ماكينين فيكن متينين، فيكن كمان تستعملون تحطون بقلب المطبخ، تعربشوا عليهم إذا بعبيركن عن رف عالي أو حي ولا شيء، وقعدتهم جدا مريحة، يعني صاروا فيكن تستعملون لثلاث قصص، فيكن تقعدوا عليهم كتابوري طبيعي لأنه بيحملوا وزن ومصنوعين بفنساج كتير منيح، فيكن تستعملون تطلعوا عليهم مثل إسكابو كتير طبيعي تجيبوا غراضكن، وبذات الوقت فيكن كمان شيء ديكوراتيف.
هل اسكابول وحده ب 35 دولار فقط وصل عندكم على قلب البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه. رح انتقل هلا لهالسات الثاني من الطاولات وهالسات اللي بيجي من ثلاث طاولات، كل وحده يعني الكبيره اصغر واصغر. هالسات اللي بيجي ب 66 دولار فقط وصل عندكم على البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه، من الخشب السندين كمان 100%، بيجي هالخشب الفاتح اللي لونه كمان طبيعي وملبس من فوق ابيض اسود وجري، بيلبق مع كل ستيل بيوتكم، بينحطوا بجنينه وبينحطوا بجوات البيت لانه بيحملوا كمان مي، اذا حاطين مي عليهم اثنيناتهم من الاسكابو وهيداك السات ما بتخافوا انهم يقبقبوا، ما بتخافوا انهم يقشروا او حيلا شيء لانه مصنوعين كمان بطريقه جدا تقنيه. هالالوان وهال اللي بيتماشوا معنا وين ما كان جدا ترندي لهلا كثير دارجين، وهالطاولات كمان فيكم تفوتوهم بقلب بعضهم تحطوهم فوق انه حد بعضهم، بنحطوا بكذا طريقه تقدروا تغيروا الموديل كمان من فتره لفتره وتكونوا انتم مرتاحين. ب 66 دولار ثلاث طاولات هن ماشي، كيف اذا جبتوا اثنين سات حطيتوا كل وحده ميله كمان تستفيدوا منه، تكون اذا عندكم اصحابكم يحطوا درينك تبعه عليهم يمكن المنافذ، اذا عم تشربوا قهوه وعبالكم تنقلوها من محل لمحل. فيكن عم بحكيكن عن خشب جدا متين من الطاولتين من الاسكابو وحتى من هيداك الستات، عم بحكيكن عن فينيساج كتير حلو، عن الوان كتير حلوة مدروسة لانه مش حيلا ابيض حلو ومش حيلا اسود حلو ومش حيلا جري حلو، اكيد في دي تون بيتغيروا، شغلين ادق الديتايات بهول الطاولات بشغل سويسرا. رح انتقل هلا من عالم الخشب لبريك جدا صغير، بدي اطلب منكم ضلكم محلكم لانه في برودكتس بعد ما حكينا عنهم، في برودكتس حلوين، خليكم محلكم وراجعينكم اكيد. لكم بعد البريك وفي قدامنا مجموعة من الطناجر والاشياء اللي بتخص المطبخ وبتعني كل ست بيت وكل رجل بحب الطبخ الصحي. رح نبلش مع ثلاث مقالي صحيات، ثلاث مقالي ماربل كوتد كتير مميزين بلابوتيك وكتير مطلوبين، تفاجأنا قديش عم ينطلبوا قد ما هن مميزاتهم خاصة ورائعة. اذا هالمقالي ماربل كوتد شو يعني؟ يعني اول شيء ما بيتجرحوا، ما بيفسخوا، ما بيطعموا، ولكن الاهم انه فيكم تشووا فيهم مش بس تقلوا فيهم. يعني اذا قليتوا فيهم بتحطوا شويه زيت او حتى بلا زيت وبلا مي، فيكم تشووا فيهم اي قطعه انتم بحاجه لها، ان كان بطاطا او دجاج او لحمه او اي شيء بتحبوا تشووه بهالمقالي، ما بيلزق، مدروس بشكل كثير رائع، هالطلاء يلي فيه بيعطيكم افاء الحجر، حجر الرخام، حتى تكونوا عم تشووا بطريقه كثير صحيه او حتى عم تقلوا بطريقه كثير صحيه. ثلاث قياسات مختلفه من هالمقالي، عندهم مسكه ما بتلقط حراره لونها احمر رائعه، مقوصة شوي حتى هيك انتو عم تشتغلوا على النار تقدروا تمسكوا هالمقلية من دون ما تحترق الايد. اذا ثلاث قياسات مختلفة بتقدروا تستفيدوا منهم بمطبخكم. سعر هالمقلية لوحدهم 49 دولار واصلين عندكم على البيت من دون اي كلفة اضافية، ومثل العادة كل شيء بلا بوتيك مكفول 100%. رح نحكي هلا عن سات اليوناريكس، هالسات يلي بعض البرامج اعتبرت انه نحن عم نحكي سعره لغير طناجر، ولكن هيدا السات هو مميز بخصائص رائعه. اول شيء هو مكفول 5 سنوات، اذا 5 سنوات، وكمان مميز بخمس طبقات من التفلون، شوفوا الرقم 5 بهالسات، 5 طبقات من التفلون، في عندنا 3 مقالي، 3 صواني للفرن، طنجره للقلي وللطبخ، و4 طناجر للطبخ. طنجره القلي بتتميز بكفر شفاف بيطلع منها البخار، بتقدروا تطلطوا إذا طبختوا فيها على طبختكم من دون ما تحترق وتطلع ريحة الطعام بوجهكم. وطناجر الطبخ في عندهم 4 كفرز من ستينلس ستيل كمان حتى تسكروا على طبختكم وتضلها سخنة لمدة أطول. إذا 5 طبقات من التفلون ما بتتجرح، ما بتنخدش، ما بتصدي، وبتضينكم لمدة طويلة، لونهم بوردو رائع بيلبق مع كل المطابخ، والمقالي عندهم مسكة متقوصة بتسمح لكم كمان إنكم تقلوا على النار من دون ما تحترق الإيد، وكل مسكاتهم كمان ما بيحرقوا الإيد، وأكيد صواني الفرن بتقدروا تعملوا فيهم كيك وتطبخوا فيهم من دون ما تلزق طبختكم ومن دون ما تنلدع. هالسات بيوصل لعندكم ب 189 دولار بس، بذكركم انه مكفول 5 سنوات. ننتقل هلا لست اخر يلي هو عباره عن هالست ستينلس ستيل كمان مزين بطريقه لبقه، هن 4 قطع، 4 طناجر من الصغير للكبير، الصغيره فيكم تعملوا فيها الصوص، الكبيره فيكم تطبخوا فيها، بيتميزوا بسماكه كعب رائعه بتوزع الحراره بشكل كثير معتدل حتى تكون طبختكم عم تنطبخ بطريقه كثير صحيه من دون ما تنلدع ومن دون ما تحترق. 4 كفر من ستينلس ستيل بيتوضبوا بشكل كثير سهل، بينجلوا من دون ما يتجرحوا، واكيد
اكيد ما بيلزق شيء فيهم، ومسكاتهم تقدروا تحملوهم دغري عن النار بفضل هيدا الكعب يلي بيوزع الحراره فيهم. هيدا السيت من الطناجر هو يلي مكفول 10 سنوات، اذا 10 سنين مكفول بيوصل لعندكم على البيت حسب الارقام، سعره 145 دولار بس. رح ننتقل لست جديد وآخر من الطناجر الرائعين. رح أحكيكن عن أريمو من بروميير. هالطناجر يلي هن ثلاث قياسات مختلفة، 28 30 و32، يعني بيساعوا 10 14 و18 لتر. يعني تخيلوا لو عندكم عزيمة عرم رمية أكيد تقدروا تعملوا طبختكم فيها بكل ثقة. يلي بيميز هيدا ستات ستينلس ستيل، أول شيء أنه 304. لما نقول ستينلس ستيل 304 منكون عم نتحدى كل الطناجر يلي مثله بالسوق. أول شيء لأنه 304 لما منقول هيك بنكون عم نشتغل على اعتدال بين النقل والكروم يلي موجود بها ستينلس ستيل، بما معناه 18 على 10. بما معناه شو؟ معناتها أنه ما بيتجرح، ما بيصدي، ما بيتفسخ، ما بيصير له أي شيء، ضيان 100%. أهم شيء كمان أنه مسكاته من الباكيليت، الباكيليت يلي بتمنع التقاط الحرارة على هالمسكات. يعني ست البيت لما خلصت طبخة بقلبها الطنجرة بتقدر تحملها دغري عن النار من دون ما تحترق الإيد. وكمان بيتميز غير أنه عنده هالكفر من ستينلس ستيل يلي كمان 304 وكتير مميز، بيتميز بسماكته 6 مليمتر. سماكة 6 مليمتر ومعمولة بشكل ببين عليكم، يعني منه مخفي تحت هالطبقة حتى تتأكدوا انه ما بتتجرح وما بتفسخ، واكيد على الاكيد ما بتصدي. هيك بتقدروا تضمنوا طعام كتير صحي، كمان من دون زيت ومن دون مي بتقدروا تطبخوا فيها. والكعب تبعولا بيوزع الحرارة بشكل كتير معتدل، وكمان بيحافظ على الطبخة يلي عملتوها سخنة لمدة أطول. إذا ثلاث قياسات من هالطناجر بتشوفوا سعرهم على الشاشة 159 دولار مكفولين 100%. اتصلوا فينا على الأرقام الموجودة قدامكم حتى يوصلوا لعندكم من دون أي كلفة إضافية. رح ننتقل هلأ لطناجر من نوع آخر، طناجر لونهم زهري كتير حلو، بيفتحوا بيشقوا القلب على الطبخ. هيك يلي ما بيحبوا الطبخ بيصيروا يحبوا الطبخ مع هاللون الحلو. هيدا اللون هو من السيراميك من الخارج ومن الداخل، ولكن مش حيالا سيراميك، مش التوتيا يلي معروف بالسوق، انما نوع اخر من الطلاء يلي يستخدم بتقنيه طلاء السيارات. ولكن شو بيميز هالتقنيه؟ ما بتتجرح بسهوله، يعني ما بتفوت بكتيريا، يعني ما بتصدي. وليش ما بتصدي؟ لانه هالست من الطناجر وصواني الفرن والمقالي هو سات من الألومنيوم الخالص. لما نقول ألومنيوم خالص يعني بنكون عم نضمن لكم جودة 100%. مثل ما شايفين سماكته 3 مليمتر، وكمان مجلوخ بشكل رائع بالمعلمة، منه مطلب السيراميك بهيدا الميلة حتى تقدروا تتأكدوا من الألومنيوم اللي فيه. كمان مزين ومجلوخ مثل ما شايفين بهيدا الطنجرة، كمان مبينة جلخة الألومنيوم يلي فيه. عندنا أربع قياسات من هالطناجر، بتطبخوا فيهم بطريقة كتير صحية على الأكيد، ما بيلزق الطعام، بينضج بطريقة تمام، يعني من كل الميلات من دون ما يكون من ميلة ومش من ميلة. يعني مش ممكن تكونوا حاطين الطعام فيه وتعتبروا أنه ما تستوي طبختكم، أكيد رح تستوي 100%. وهالكفر من ستينلس ستيل كمان 304، ما بيصدي وما بيتجرح. وهالمسكات من الباكيليت يلي ما بتلقط حرارة. من زيت المواصفات عم نحكي عن هالصواني، صواني الفرن الثلاثة يلي فيكن تعملوا فيهم أطيب كيك، وفيكن تعملوا أطيب طبخة من دون ما تلزق، بتحطوها بالفرن بكل ثقة. كمان بينضج الكيك تبعكن، بيستوي من كل الميلات، بيرفخ من كل الميلات من دون ما يلزق، بتقدروا تقلبوه بكل سهولة. كمان السيراميك يلي بقلبه منه توتي عادي، إنما هو مستخدم من خلال تقنية طلاء، يستخدم بتقنية طلاء السيارات، يعني ما يتجرح بسهولة. بدي أذكر ست البيت بشكل كتير 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 مفيد، أنه أنتوا لازم تستعملوا هالطناجر بشكل صحيح حتى تضاين عندكم الطنجرة مثل ما لازم. أكيد السيارة مثل ما هي حتى لو حطوها بالفرن بعد ما يكونوا عملوا لها حديدة وبويا، إذا خدشناها بالمفتاح بتنخدش، لكن لما بدكم تستعملوا الملعقة الأفضل أنكم تستعملوا الملعقة الخشبية حتى تضاين هالطناجر. وبدي أقول للمشاهدين أنه سعر هالطناجر بدنا نقارنه بالطناجر يلي عندها زيت المواصفات، يعني
ما بنقارنه بكل انواع الطناجر بالسوق او انواع الطناجر عم نحكي عنها بلا بوتيك، بنقارنه ببس الطناجر يلي بتتميز بذات المواصفات. 249 دولار بيوصلوا لعندكم هالطناجر، صواني الفرن وثلاث مقالي من ثلاث قياسات مختلفه مع ماسكه باكيليت يلي ما بتلقط حراره، اذا بيوصلوا لعندكم ب 249 دولار مكفولين 100%. الارقام موجوده قدامكم، اتصلوا فينا حتى يوصل لعندكم على البيت من دون اي كلفه اضافيه. اكيد كلكم اشتقتوا لمنال ورح ننتقل هلا لعندها. صباح الخير لكل المشاهدين، بتمنى تكونوا عم بتقضوا وقت ممتع مع لابوتيك طبعا مع سندي ورولا، وانا هلا بفتح الحلقه معكم لو مأخر شوي، بس اكيد نيفر تو ليت لانه دائما بنقدم لكم البرودكتس المميزه، البرودكتس الغنيه بالفيتامينات الطبيعيه، دائما بنشتغل انه يكون المضمون، تكون الكاليتي تبع اي شيء عم نقدمه مكفول وله اهميه كثير كبيره، ان كان بمجال المطبخ، الشعر، السكين كير وحتى صحتكم. رح احكيكم عن اي بي سليم لكل الاشخاص اللي بهمهم يهتموا بصحتهم، ان كان يخسروا وزن زايد او حتى يقدروا ينشطوا الدوره الدمويه بشكل مزبوط بجسمهم. يعني في حال عندكم لحم زايد عبالكم تخسروا بعض الوزن، عبالكم تخسروا كالوري، تحرقوا بعض الدهون، ما لكم غير تستعملوا كبسول من اي بي سليم. طبعا هالكبسولات اللي هي الباكج مؤلفه من 30 حبه، بتاخذوا كل حبه مره بالنهار قبل الترويقة، من بعدها بتساعدكم على حرق دهون، على حرق الكالوري، وبنفس الوقت كمان على تخفيف الشهية. يعني ما بتحرموا حالكم من شيء، بتضلكم تاكلوا اللي بدكم اياه بس، ولكن بتشبعوا بسرعة، يعني بتكونوا عم تاكلوا بكمية أقل، وبس تاكلوا بكمية أقل طبعا هذا الشيء بيساعدكم أنكم تخسروا من الوزن. طبعا ما بدي أنسى أني أذكركم أنه هالكبسولات بينشطوا الدورة الدموية بشكل كتير مزبوط، هذا الشيء بيعمل ريفلكشن أو حتى بيأثر على نضارة وشكم، على أنه السرم تحت عيونكم يخف بشكل تدريجي لحتى يزول مع الوقت. كمان لتقدروا تمشوا بهالباكج بشكل صحيح اكثر وتعملوا بوست، تعطوا قوه اكبر على هالكبسول، في عندكم الشاي من اي بي سليم يلي بيشتغل على عده عوامل لصحتكم، مثل مثلا اول شيء بتاخذوه بالليل لانه ما فيه كافيين، في حال عندكم مشكله امساك ثاني نهار بفوتوا على التواليت انتم مرتاحين، وبنفس الوقت اذا عندكم نفخه، ما عندكم لحم زايد وزن زايد ولكن عندكم نفخه معينه وعبالكم تتخلصوا منها بهالشاي، بتقدروا تتخلصوا منها، بينظف لكم القولون، بيشتغل على الكوليسترول انه ما يعلى معكم، يعني باكج مع بعض بتكونوا عم تحلوا مشاكل بجسمكم وعم تنحفوا بشكل طبيعي بدون اي اثار جانبيه. ما بدي اياكم تنقذوا ابدا لانه كل برودكت اي بي كير واي بي سليم مصدقين من وزاره الصحه، موجودين مش بس بلابوتيك، موجودين كمان بكل الصيدليات بلبنان، في حبيتوا تحصلوا عليهم من عنا اهلا وسهلا فيكم، او حتى من الصيدليات لتاخذوا تفاصيل اكثر، كمان مش غلط ابدا. وفي حال عندكم اي سؤال بدكم تسالوا، طبعا الصبايا الكول سنتر موجودين دائما لحتى يجاوبوكم على اي سؤال عبالكم تعرفوا جوابه على الارقام يلي عم تقطع على اسفل الشاشه. ضمن هالباكج للتنحيف في عنا الكريم الكتير مميز للسيلوليت والترهلات، في حال عندكم سيلوليت والترهلات بتعملوا شوية مساج، بتحطوا شوية كريم على على مكان الترهلات والسيلوليت، من بعدها بتحسوا باحمرار ببعض الحرارة عم تطلع من جسمكم، وهذا بيعني انه الفات اللي موجود بقلب جسمكم او الدهون عم تطلع على تتكسر لحتى تزول بشكل نهائي. وكتير مهم انكم تستعملوه قبل الجيم، قبل ما تروحوا على الجيم او تعملوا اي رياضه، لانه هيدا الشيء طبعا بيعطي قوه على قوه هيدا الكريم لحتى تنحفوا وتخسروا من الوزن، وبنفس الوقت تلغوا الترهلات والسيلوليت. هيدا بالنسبه لاي بي سليم، طبعا الارقام موجوده على اسفل الشاشه والاسعار موجوده على اسفل الشاشه، وبرجع بذكركم انه موجودين باكثر من 3000 صيدليه ومصدقين من وزاره الصحه، فيكم تطلبوه من عنا او من حيالله صيدليه. رح ننتقل لاي بي كير لنحكي اول شيء عن كريم البرغش يلي هو بيشتغل على ثلاث اسس، اول شيء فيه فيتامين او اي، بتقدروا طبعا تحطوه على جسمكم ادراتان بشكل كثير كبير، مرطب مغذي للبشره، بيعطي هالنعوم الحلوه وهالريحه اللي بتاخذ العقل، فيكم تستعملوها رجالا ونساء. بنفس الوقت في حال كنتوا حاطين هيدا الكريم واجت برغشه وعقصتكم، ما بتقدر تعقصكم ابدا، بتفل سلتها فاضيه لانه هيدا الكريم بيحمي بشرتكم من عقصات البرغش. وفي حال كنتوا ناسين تحطوا هيدا الكريم وحسيتوا في برغشة عقصتكم، فيكم تحطوا شوية كريم عليها، هيك بيروح الاحمرار وبتزول الحكة بسرعة. كمان رح احكيكم عن دكتور واي
الدايت في كتير ناس بيعانوا من مشاكل يمكن بعض السواد بجسمهم، إن كان تحت الباط، إن كان على كوع إيديكم، على صابونة إجركم، أو حتى بالأماكن الحساسة. ما بدي إياكم تخافوا أبدا، لأنه كل برودكتس أي بي كير معمولة من الفيتامينات، غنية بالفيتامينات الطبيعية والأعشاب الطبيعية، يعني ما عندهم أبدا أثار جانبية. فيكم تقدروا تريحوا بالكم أنتم عم تستعملوا أي شيء عم نحكي عنه. وكمان مثل ما سبق وذكرت، فيكم بكل رواق تحطوه على الأماكن الحساسة وتلاقوا النتيجة تدريجيا بعد كل استعمال. للجسم كمان ما بخيل علينا اي بي كير انه يقدم لنا هالسكرابز اللي بيعقدوا هالثلاثه جارز من السكرابز يلي هن على ثلاث نكهات: الكوكونات، العسل والستروبري. طبعا عسل طبيعي موجود فيه، الكوكونات طبيعي وستروبري طبيعي. شو بيعمل السكراب اكزاكتلي للجسم؟ بنعرف كثير منيح ان احنا خلال الشاور، خلال الحمام، بننظف جسمنا بالصابون، ولكن هذا الشيء غير كافي ابدا، لانه لازم اللحم الميت الموجود بجسمنا نقدر نخليه يطلع من جسمنا لحتى نلاقي النظافه المضبوطه، ولحتى نضلنا محافظين على الملمس الحلو بجسمنا ان كان رجال او حتى نساء. فهالسكرابز فيهم حبيبات صغيره، هالحبيبات بمجرد ما تحطوهم على جسمكم بلا مي اول شيء بتفركوا جسمكم منيح، من بعدها بتحسوا انه اللحم الميت عم بيطلع من جسمكم، وعم بتبلشوا من بعد ما تحطوا مي تحسوا بهالنعومه الحلوه والمميزه. كمان للشعر في عنا جام كتير مميز يلي هو غني بالارجن اويل. بنعرف كتير منيح ودايما بنحكي عن الارجن اويل واهميته. الارجن اويل طبعا هي نبته مغربيه ما بتنبت غير بالمغرب، ولكن لها خصائص وفوائد جدا مميزه ان كان للشعر او حتى بالكريمات او اي شيء مشكله خاصه بالبشره انتم عم بتعانوا منها، الارجن اويل هي الحل الانسب. فهالارجن اويل موجود بكميه كتير كبيره بقلب هالباكج المؤلفه من شامبوان، من كريم، ومن ماسك. طبعا تقدروا تحطوه على شعركم وتلاقوا شعركم بلش تطلع له هالحيويه، عم بيطول، ما عم بيسبسل، وبنفس الوقت اهم شيء انه ما عم بيزيت، لانه ارجن اويل هو زيت ناشف بيسحب التزيت من الشعر لحتى يضلوا شعركم فريش ناتورال وفيه هالحيويه الحلوه. كمان هلا لكريسماس مش غلط ابدا انكم تجيبوه كادو لاشخاص معينه عبالكم يهتم بشعره بشكل اكبر. رح نحكي كمان عن تساقط الشعر. في عنا شامبوان خاص لتساقط الشعر، طبعا منلاقيه بأي بي كير لأنه مشتغل على خصائص معينة بتقدر تبرز أكثر كيفية أنه نلغي تساقط الشعر، وبالعكس نخلي الشعر يرجع ينبض على جديد. عنا الأنين السوداء للرجال، الأنين البيضاء للنساء، غنيين بالفيتامينات ضد تساقط الشعر. فيكن طبعا تحطون على راسين شعركم أو على شعركم عادي كشامبوان عادي، بتفركوا تقريبا تعملوا هيك شوية مساج لمدة دقيقة أو دقيقتين، بترجعوا بتنقعوا لمدة 7 دقائق خلال التواليت. فيكن بهالوقت طبعا تكونوا عم بتليفوا جسمكم أو تعملوا السكراب من اي بي كير المميز، من بعدها بتفوحوا شعركم، منكم بحاجه تعملوا شامبوان عن جديد لانه هو شامبوان منه في. لنحكي عن تنظيف الشعر، عن تنظيف البشره. طبعا في عنا البابل كلينزر للتنظيف من الجذور. البابل كلينزر هو غني بالاكسجين، طبعا معمول من الفيتامينات الطبيعيه والاعشاب الطبيعيه مثل الخيار وغيرها. طبعا بمجرد ما تحطوا جل، هو بيجي جل هيك نقطه صغيره بتحطوها على وجهكم بيعطي هالفوم بلا مي، بيكون هو الاكسجين عم بخليه يفوت على مسام البشره ويطلع كل شيء تسربات او حتى من الغبرة أو ميك اب وإلى آخره. من بعدها بتغسلوا بالماء بتلاقوا نضارة رائعة، شعركم نظيف بشكل كتير كبير. كمان رح كفي عن الجولدن ماسك. الجولدن ماسك هالباكج المؤلفة من 3 ماسكات يلي غنية بمية الذهب. هال3 ماسكات المميزين يلي مثل ما بتنتبهوا بقلب الماسك في شويه مي، بتحطوهم على وجهكم لمده ربع ساعه، طبعا بجدد الخلايا، بيعطي هالنضاره الحلوه، بيعطي هالاكلال حلو، كمان بخفف التجاعيد والترهلات. ومن بعد ما تخلصوا هيدا الماسك بتحطوا فوقه شوي هيدا المي اللي موجود بقلب هالماسك، بتغسلوا وجهكم بشكل مزبوط حتى طبعا تعطي النضاره اكبر، بما انه هيدي المي هي ميه الذهب. طبعا هيدا الباكج مؤلفه من 3 ماسكات، في حال حبيتوا تحصلوا عليها تحصلوا كمان مجانا على وحدة ماسك واحد من الفي شيب. الماسك الفي شيب هو بيشتغل على هالمكان من الترهلات، لهالمكان في عنا ناس كتير عندهم ترهلات او لحم زايد او دوب المعطوم بمكان العنق، ففيكن طبعا تستعملوه لحتى تلغوا هيدي المشكلة. واذا حبيتوا تعملوا التريتمنت كامل فيكن تحصلوا على 29 ماسك من هيدا الماسك اللي عم بحكي عنه الفي شيب. بتحطوه طبعا مثل ما سبق وذكرت هو على هيدا الشكل بيجي، بتحطوه بهالطريقة، بتعلقوه بيدينيكم، ومن بعدها طبعا بعد ربع ساعة بتشيلوه
كل يوم بتستعملوا ماسك بعد 28 يوم بتحسوا انه بالفعل هالترهلات خفت، تجاعيد خفت، والدوب المعطون كمان خف. هيدا بالنسبه لاي بي كير واي بي سلم. برجع بذكركم موجودين باكثر من 3000 صيدليه، فيكم تتصلوا فينا على ارقامنا تحصلوا عليهم من عندنا من لابوتيك او من الصيدليات. طبعا صبايا الكول سنتر بيساعدوكم بكل المعلومات. هيدا بالنسبه لاي بي كير واي بي سلم. هلا بننتقل لعند، خلينا نشوف لوين بدنا ننتقل. رح ننتقل هلا لجرافيولا. جرافيولا هي هالفواكه الاستوائيه، الحل لكل الامراض، لكل الفيروسز، لكل قله المناعه وقله الانرجي اللي عندكم اياها بجسمكم. جرافيولا هي هالمرتبين اللي في فواكه استوائيه 100% طبيعيه، ما فيها ولا اي مواد حافظه، ما فيها ولا اي قصص كمان من الكيميكلز، من قصص كلها ناتشرال 100%. هالفواكه هي فيها بي 1 بي 2 بي 6 وبي 9. هالفواكه من ملعقة صغيرة منها الصبح بتغنيكن عن ترويقة بكاملة، ملعقة صغيرة عم تعطيكن كل الانرجي، عم تعطيكن كل الفيتامينز اللي انتو عايزينن، عم تعطيكن كمان كل المناعة اللي ناقصة بجسمكن. فيها انتي اوكسيدان اكيد، يعني مع الوقت بتحسوا انه كل شي سموم بقلب جسمكن عم بتروح، كل شي كمان قصص فات منا مظبوطة بجسمكن عم بتبلش تحترق كمان وتنزل. هالفواكه أكيد فيكن تعطوها لأولاد صغار بذات الوقت لأنها طبيعية وما فيها ولا شيء غير طبيعي. هالملعقة إذا ما بيتقبلوها مع أنه هي طعمتها مثل فواكه القشطة، فيكن تحطوا لهم إياها بقلب الحليب وتخلطوها وبتختفي كليا طعمتها وبكون عم ياخذوا كل فوائدها. بذات الوقت هالفواكه انا عم بعطيكم اياها، هي اذا بتفوتوا كمان على كل شيء انترنت بتكتبوا جرافيولا بالعربي بتشوفوا قد ايه في شهادات حيه من جرافيولا مخلصتهم، يعني من امراض مميته. عم قلكم عن جرافيولا يمكن هي سحر مثل ما بيقولوا، ضروري تكون موجوده بكل بيت. سعرها خفضناه تيكون عن جد قادرين انه بكل بيت يكون في جرافيولا، قد ما شفنا انها عم بتفيد ناس، انها عم تشفي ناس، انه كمان عم تعطي هالمناعه لناس كتير مهمة. رح انتقل هلأ من جرافيولا لعالم الجمال مع لوميناس، مع مدام إلهام القوبة ومنال. مشاهدينا طبعا مع مدام إلهام ختام مسك دايما لحتى تخبرنا عن أحلى برودكتس ممكن تتخيلون للعناية بالبشرة، للعناية بالعيون، هالماسكات اللي بتاخد العقل. طبعا دايما معودتنا على البرودكتس المميزة والبرودكتس اللي جاي طبعا بدنا نحكي عنهم بوقتهم، بوعدكم انهم كمان تستفيدوا منهم بشكل كتير كبير. صباح الخير. صباح النور منال، شو الأخبار؟ لعيون اليوم لعيون لعيون كتير مهمين طبعا، خاصة هلأ بغيار خاصة هلأ يعني بالشتاء، بتحسي انه الواحد كان بالصيف يخفف ميك اب لانه بيكون برونزي وهيك، هلأ بالشتاء ببلش بياض بصير بحاجة انه يحط ميك اب، بحاجة انه اكتر لهيدا الموضوع، فكمان طبعا السر بصير يبين اكتر. بحاجة لإكران يكون ناتورال، يكون إكران يعطي هاللون الحلو بنفس الوقت يكون فيه SPF ضد الشمس، ويكون محافظ على عيونه لحتى يضله يظهر جماله. كتير مهم حوالى العيون هلا زيادة بدي احكي شوي اكتر، لانه كتير نحن بنقشب هلا ورايح بدنا نستنظر على طول، قشب، جفاف، رعاي، رجر، في كتير بيجوا من هون احمرار، وحوالى العيون بتتعب زيادة. ضروري حطيتهم حد بعضهم تنحكي عنهم اليوم بالتفصيل بشكل كتير دقيق. هيدا الكريم يلي هو انت بتسميه العبقري او هيدا السحر. العبقري هيدا السحر. ايه رائع. أوكي. هيدا بالعسل، بحب يفرجيهم اياه كيف هو بالفعل ولا اروع من هيك، اللي بخزن هالرطوبه وانتي اوكسيدان، يعني اي مشكله عندنا اياها عم نخاف او عندنا نحن حساسيه حول العيون بنخاف نحط كريم، عندنا رعايه، عندنا عيون كثير حساسه ولا يخافوا ابدا، رائع لانه ناتورال 100% وكثير كثير بيرطب. في ناس شو ما حطت بتقول لما عم بغسل وجهي عم برجع اقشع جفاف حول عيوني، ما عم بحس هالرطوبه. هيدا كثير بيرطب، كثير بغذي، بنشط الدوره الدمويه، خاصه انه هالعسل موجود فيه بشكل كثير قوي. بهمني كثير نعمل هالمساج الخفيف يلي دائما بقول عنه حوالى العيون نكبر لتنشيط الدوره الدمويه لحتى يقدر يتفاعل اكثر مع كثير تمتصوا البشره اكثر. بالليل نقدر نكون عم نحط هيدا قبل يلي الانتي سان، في كثير عندهم سان وعندهم ريد، ولو ما في سان يلي بدها تهتم اهتمام هيك احبر تاخر التعب وما يبين الارهاق، هيدا كثير بيشيل التعب وبيشيل هالعبقه حوالى الوجه، هو لونه ابيض من قيمه
بيعطي على الايد كانه بودر، ما ببين بالنهار ابدا، ما ببين، بيختفي، بياخذ لون البشره، يعني ما تنقذ وتشوفوه ابيض تقول انا سمرا كيف. هنا رح بنجرب ونطفي لحتى يشوفوا كيف لونه بيختفي، بيعطي هالاكلا، بيعطي اكلا كثير حلو على الوجه، وبيصير ناشف منه مش أبداً. بس هيك ما بيعطي خطوط، وما يعني اذا مش حاطت الوحده ميك اب وحطت سيرن، عندها سيرن وحطت هالانتي سيرن، يعني بالفعل كانه مش حاطه شيء، ما بيعطي هالخطوط، ما بيعطي هالسماكه، ولا انه فرق بين بشره لأنه وبشره. ليه ما بيعطي هالخط؟ لانه البشره بتمتصه، بتاخده دغري بسرعه وبفوت على الجلد، لاعماق الجلد. كمان فينا نحطه حوالي التم، وفينا نحطه فوق الميك اب. صديقتي عم تستعمله فوق الميك اب، لما تعمل كونتورينج عم تحطه فوق الميك اب، عم تقول يعني رائع. صارت بعثت لي مسجين صحيح ميرسي كثير على الحمد لله. فوق الميك اب شو بيعمل؟ هو بثبته، كمان في شغله مهمه، بثبت الميك اب، لانه الالو فيرا اللي بقلبه هي اذا بنشوف الالو فيرا الطبيعيه بتدبق. صحيح، وجيل على صح. مثل الجيل هي عندها سرعه امتصاص كثير كثير بالبشره وبتنشف. الالوفيرا الطبيعيه بقول لهم شقوا هيك ورقه الوفيرا، حطوها على ايدكم، شوف بتفكروها اول شيء كانه زيت كانه مي، ثلاث دقائق اختفت عن الجلد وعملت هيك. انا كنت حاطه على وجهي الوفيرا، فعلا رائع. الالوفيرا بالدرجه الاولى انا بحبها كثير، انتي انفلاماتوار كمان، بس انا حسيتها مش مش للكومبينيشن سكين، حسيتها للساش، للبوساش. البوساش اكثر هي يعني حسيتها، انا صرت عم ضلني بربق كرمال هيك وقفت حط. بتنحط بالليل اجمل، هي ما بتعود تبين، اذا انحطت لحالها كتير مفيد كتير، ما بتعود تبين من بعد شوية وقت أكيد. وبقلب الكريم لاحظي كيف هي مخفية منه مثل العسل مثلا، أكيد في فرق كتير كبير. هيدا بهمني استعماله هلأ كتير، يلي ما عنده وقت بدأ شي براتيك سريع نقطة هيك عسلي، منه مزعج، منه مزيت، منه كتير براتيك وكتير هين، وغني بالفيتامينات. يعني عم تشتغلوا على تريتمنت وعلى وانه نغطي، بيعطي جمال وبيرطب وبينظف. وفينا نستعمل اكران فوقه، ضروري الاكران، يمكن يقولوا هلا شتت الدنيا امبارح بلش الطقس يبرد بالعكس، لا لانه بتضلوا اشعه الشمس وتغيير موجود. الفصول، تغيير الطقس، الهواء المختلف، هيك البشره ما بتقدر دغري تعمل بالانس لحالها، بتتعب اكثر لما طبعاً. بتغير الطقس اجباري نكون عم نحط الاكران. اكيد ثانك يو كثير لك، خلصت حلقتنا بسرعه للاسف، بنرجع اكيد بنشوفك بحلقه جديده. ان شاء الله تكونوا مشاهدينا استفدتوا من هالمعلومات اللي اعطتنا اياها مدام الهام، بتمنى تضلكم عم بتتابعونا لحتى تقدروا طبعا تشوفوا او تتعرفوا على برودكتس جديده تستعملون، وبيهمنا رايكم طبعا بشكل كثير كبير لحتى اوكي شو يعني اوكي بدي اعتذر للمشاهدين، صار كم شغله على الهواء، بس بدي اخبركم شغله. مشاهدينا مثل ما شفنا هالفيديو العبايات، هالفيديو العبايات اكيد كل اثنين ب 100 دولار من تاين اكسترافاجنس مع زميلتنا دونا اللي عطول تعرض لنا احلى القصص بجمالها وبجمال هالعبايات. رح انتقل هلا معكم لبرودكت، برودكت
يعني بيستغنى عن التعريف حاليا، صار برودكت اسمه فيا جوينت، وهو انا بنظري السحر والحل لكل شيء قد ما صار في عالم عم بتعاني من وجع المفاصل. رح استقبل انا مع اليوم استاذ جمال. صباح الخير استاذ. صباح النور. شو بدك تخبرنا عن فيا جوينت؟ هالبرودكت اللي مثل ما قلت لكم متخصص لمفاصل العظم. اليوم الفيا جوينت واحد من أهم البرودويات الموجودة بالسوق، تصنع بفرنسا، واحد من أهم المختبرات يلي شغلتها واهتمامها كتير كبير بهيك أنواع من البرودويات. بتعرفي اليوم مع التقدم بالعمر، مع وجود هلأ لما ندخل نحن على فصل الشتاء، معظم الناس بتبلش تعاني من ألام المفاصل. صح. وهيدي ألام المفاصل شغلة بتتطور دايما مع التقدم بالعمر، لما نبلش يقل الكولاجين، بلش تقل القصص يلي بتساعدنا بشكل كتير كبير لحتى لانه ما نحس بهالاوجاع كلياتها. اليوم فيا جوينت بيحتوي على 8 تركيبات اساسيه. اوكي. بشكل اساسي الكولاجين البحري، عندك كوندرويتين، عندك جليكوسامين، عندك بامبو، عندك سيلينيوم، عندك ام اس، عندك فيتامين دي، وانتي انفلاماتوار بنفس الوقت. هالمجموعه هيدي من التركيبه يلي بيحتوي عليها فيا جوينت هي كفيله بترميم الغضروف، بمنع المشاكل يلي بنبلش نحس فيها من ان كان امرار طقطقه، امرار نبلش عم بحفحف، بكون العظم على بعضه عم بحفحف على بعضه، كل هيدي المشاكل بخفف الالام لانه انتي انفلاماتوار معالج ومرمم للغضروف. كل تركيبه منهم اليوم من الكولاجين ونزول الى اهميتها بهيدا الموضوع. اكيد كل مثل كل ايتم له شغله. صح. هلا عم بقرا هون كمان على الكتالوج انه هاللابوراتوار هو اريك فافر اللي اخذ كمان كذا جائزه، وهو من اهم اللابوراتوارات بفرنسا بصنع الادويه، واكثر واحد يمكن عنده هالمصداقيه. بدي اذكر بشغله، بدي اسالك سؤال. نحن على طول بنعرف انه ايام عنا وجع من الغضروف بكون بلش يطقطق، بكون بلش هيك، هذا الدواء هل بينفع انه نبلش ناخده بريفنسيون يعني قبل ما نوقع بالمشكله هي ذاتها؟ اكيد هذا الدواء بدنا نبلش ناخده كبريفنسيون مثل ما قلتي. اليوم بتعرفي لما نوصل بعمر 40 و50 سنه يعني نحن صرنا عم نتحضر لهالمشاكل هذه اللي ممكن نتعرض لها. اكيد كمان اليوم مش بس هيك، اليوم الرياضيين يلي بعمر كتير صغير ببلشوا البرشر اللي بيصير على المفاصل استخدامها بشكل يومي، هيدا كمان بيكونوا عرضه لهيك مشاكل. فاذا هو فينا نستعمله على الوجهين، فينا نستعمله للرياضيين يلي عندهم بيلعبوا باسكت، بيلعبوا فوتبول، بيلعبوا تنس، بيستخدموا مفاصلهم بشكل وبيعملوا بريشر عليها بشكل كتير كبير. واكيد بنستخدمه للاشخاص اليوم يلي ما في، اليوم ما في ست ببيتها، ما في شخص تقدم بالعمر الا ما عنده مشاكل المفاصل، الاوجاع، الركاب، الاوجاع على الشوب بيوجعوا، بيوجعوا كثير. هلا ما نحن عم نقول هلا نحن دخلنا على موسم بلشنا كمان بالسقعه، يعني بلشت هيدي الامور بدها تزيد بشكل، بدها تزيد كثير. بدي ارجع اذكر يعني بشغله كثير مهمه، يعني مثل ما قال استاذ جمال انه هيدا الدواء مش بس عم بيرجع يجدد لكم هيدا الغضروف، واما كمان للعالم الصغار للناس السبورتيف في بلش كمان يغلفوا يعملوا هالبروتكشن القويه مثل ما عم نشوف هون على الصوره قدامنا، قد ايه بفيد، قد ايه في قصص وبارتيات بجسمنا هالدواء بفوت عليها وببلش يشتغل عليها من عمر صغير تنبلش نحميهم، تنبلش نحط له هالبروتكشن. صحيح. كمان بدي اذكر مثل ما حكينا انا وياك انه هالدواء معترف فيه بوزاره الصحه طبعا. ما في شيء نحن بنجيبه شركتنا الا بيكون مسجل بوزاره الصحه اللبنانيه، مش بس بلبنان، هذا نحن الدواء وورد وايد بنبيعه بكل العالم. معتمد وصفه حكيم، يعني اليوم معظم الحكماء او كثار من الحكماء بلبنان والدول العربيه وباوروبا بيكتبوا فيا جوينت. يعني موجود كمان مثل ما بفهم منك بكل الصيدليات. طبعا طبعا فيكم يعني يا اكيد تشتروا فيا جوينت من عنا، بيصل عندكم على قلب البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه. صحيح. او حتى بتلاقوه بحي الله صيدليه معقول انكم تروحوا عليها. صحيح. شو بتحبها تخبرنا عنه؟ في شيء زياده؟ اكيد نحن رح نحكي عن فيا جوينت اليوم بحلقات متتاليه. أكيد. رح نعرف كل وظيفه من وظيفه هالتركيبات شو بتعمل. كلنا بنعرف انه الكولاجين الجسم بنبته، رح نخليها للحلقه الجايه. اليوم مع التقدم بالعمر بخف الكولاجين بالجسم، مشان هيك نبلش نشوف التجاعيد، نبلش نشوف عدة قصص أساسية وهيدي بتهم كتير الستات، من هيك بنلجأ للإبر، الشعر اليوم كولاجين، الجلد فيه كولاجين، كل الجسم حتى المفاصل والغضروف كمان بس يقل الكولاجين بنبلش تظهر علينا هيدي. فرح نتركها لحلقات إن شاء الله، حلقات اللي رح نكون فيها معكم القادمة، لحتى نقدر نحكي
بشكل مفصل واكثر عن كل تركيبه من تركيبات فيا جوينت الثمانيه وشو وظائفها. انا بشكر وجودك جدا معنا استاذ جمال. بشكرك على هالبرودكت اللي عم تقدم لنا اياه اللي فيه كل المصداقيه، لانه نحن معودين اكيد كمان كل مشاهدينا على مصداقيه البرودكت تبعنا. انا عم بحكيكم انا فيا جوينت يمكن شهدت مجروحه فيه، لانه كمان عندي كثير اصحاب سبورتيف بلشوا يستعملوه وبلشوا من هلا يحسوا بالفرق. رح نختم معك اليوم، اكيد نوعد مشاهدينا بحلقات قادمه رح نخبركم اكثر عن حيلا ديتيل انتم عبالكم تعرفوها. وحاليا فيكم اكيد تتصلوا على ارقامنا اللي على اسفل الشاشه، وزملائنا بالكول سنتر اكيد نحن رح نعطيهم ادق المعلومات وادق التفاصيل تيفسروا لكم عنه اكثر واكثر. من اليوم صار فيكم تطلبوا فيا جوينت بيوصل لعندكم على البيت بظرف يومين بس تنحل كل مشاكلكم. انا رح ودعكم بهالحلقه، اكيد بنشوفكم بحلقه قادمه. رح اقول لكم باي باي وهاف ا نايس داي.